مشاهدينا ان شاء الله دائما ايامكم بتكون مليانه بالفرح والاعياد والغناء وكل شيء حلو، بنتمنى لكم طبعا دائما تكونوا مبسوطين، رح نكفي نحن وياكم ومثل ما خبرتكم يعني من اجواء العيد، طبعا الحلويات هي دائما بتاخذ حيز كثير كبير بالاعياد، ان كان اذا عازمين اشخاص لعنا على العشاء او الغداء او اذا كنا رايحين نعيد كمان اصحابنا او العائله والاصدقاء، دائما بنحب ناخذ معنا هديه معينه واول شيء بنفكر فيه هو الحلو بمختلف انواعه، ان كان الشوكولا او ان كان الحلويات، يعني بنعرف عاده كل بلد بيكون في عنده حلويات بتكون مختصه فيه، بيكون مشهور فيها وبيكون عنده يعني بيعملها بطريقه خاصه، فمشان هيك بكل منطقه يمكن بتختلف انواع الحلويات، ولكن الحلو دائما بيكون موجود بالاعياد. مشان هيك اليوم رح نستقبل نحن وياكم ضيفنا، رح يكون معنا السيد طلال عيازه من محلات ديليوس. هالمحلات هي محلات حلو موجوده بدبي، رح نحكي اكثر عنها ورح نشوف طبعا كيف بيقوموا بتحضير الحلويات بالاستوديو ومن خلال تقرير، ولكن بدايه انا وياكم رح نتعرف اكثر على هالمحل قبل ما نستضيف الضيف معنا بالاستوديو. مشاهدينا شفنا تقرير بيوضح لنا اكثر وبفرجينا اكثر، بيعرفنا على محلات ديليس، ورح نستقبل هلا نحن وياكم بالاستوديو السيد جلال غيازه، ورح نحكي نحن وياه اكثر عن الحلو، ورح نحكي اكثر عن صناعه الحلو وعن محلات ديليس بالتحديد. صباح الخير، تفضل. صباح الخير، كيفك؟ نعم انت بخير. وانت بخير، ينعاد عليك، تفضل. شكرا على ضيافتكم. استاذ جلال، اول شيء بدي اعيدك اكيد ان شاء الله كل سنه وانت سالم. بتحب تعيد حدا معين قبل ما بلش نحكي بصناعه الحلو؟ والله نعيد اكيد على الوالده يطول لي في عمرها في تونس ان شاء الله، ماما كل عام وانت بخير، على العائله الكل والاخوان،
على حكام دبي وشعب الإمارات وحكام البلد اللي خلوا دبي والإمارات جنة على الأرض. فإذا مشاهدينا خلال هالفقرة رح نترافق نحن وياكم مع الأستاذ جلال غيازة ورح نحكي نحن وياه أكثر عن صناعة الحلو. وإذا بتحبوا تتصلوا وتسألوا أي سؤال أرقامنا 00971-600-1400. أستاذ جلال، بداية بنحكي عن المحلات، محل الحلو، محل ديليس يلي شفنا بالتقرير، طبعا شفنا بشكل هيك مختصر يعني كيف بتصير صناعة الحلو بالمحل. أول شيء بدي أحكي عن فكرة المحل بحد ذاتها، قد إيه له المحل بدبي؟ ديليس بدينا من 4 سنين. والمبدا متاعه طبعا صناعه تقليديه وراها تاريخ طويل في تونس، تقاليد، بحيث الفكره الاساسيه اللي هي ترويج الحلويات التونسيه. يعني الحلو اللي بينعمل هو فقط حلو تونسي 100%. اها، ما في يعني حلو عربي بمختلف اصنافه. انا نقول تونسي. اوكي. طب الحلو التونسي شو بيختلف عن الحلويات الاخرى؟ اكيد يعني شو اللي يختلف؟ يختلف تقصد اللي بيختلف؟ يعني بنعرف كل منطقه في لها مثلا حلو معين، في أيوة. معروفين بيبقوا مثلا كل بلد بحلو معين. بتونس شو اكثر شيء معروف في تونس بالنسبه للحلويات؟ الاكثر شيء معروف البقلاوه التونسيه على الطريقه التونسيه، غير البقلاوه الشاميه واللبنانيه. الملبس معروف، يعني نحكي على ملبس، نوع حلويات ينعمل على 3 مراحل ولازموا 3 أيام عشان يشاز كويس. الشيء المعروف يعني الشيء اللي يميز الحلويات التونسية اللي هي النسبة الكبيرة متاع المكسرات بالنسبة للسكر وبالنسبة للقطر والطحين. كويس، خلينا نقول 90% من المكونات متاع الحلويات التونسية مكسرات. يعني ذكرت البقلاوة والملبس، هودي موجودين ولكن أكيد بيختلفوا، ذكرت على الطريقة التونسية. طب إذا بنحكي شو عن اختلاف بها الحلويات بحد ذاتها مثلا، شو بيختلف؟ كمان المكسرات بتكون زيادة؟ غير المكسرات المزودة، الحلو التونسي يتميز أنه نستعمل كثير مواد طبيعية. خصوصا على النكهة، عندما تستعمل مية ورد ولا مية زهر ولا عطر شيء بلدي 100%. الفستق واللوز جايين من مناطق معينة من صفاقس في تونس، اللي هي الله يعني كرمنا وعطانا المطر والشمس في نفس الوقت اللي والأرض خصبة اللي تخلي الكواليتي متاع المكسرات مميزة. طب هيدي يعني الحب للحلو اذا فينا نقول، او يعني عندك هي هوايه او هي مهنه كنت بتمارسها بتونس قبل ونقلت على دبي، او كيف؟ زمان واحنا صغار عندما نصحى الصبح نحصل الوالده مع 10 أصحابها والستات كويس يعملوا في الحلو. زمان الصبح. كان زي ما تقول في عائلات، في شوية عائلات عيب انه تنزل السوق وتشتري حلو، لازم كل عائلة يكون عندها الحلو متاعها معمول في البيت. اوكي، 3-4 مرات في السنة لازم يجيوا العائلة واصحاب الوالدة على اساس يعملوا الحلو اللي هو استهلاكنا مدة 3-4 أيام. وطبعا الوالدة يطول في عمرها، في نفس الوقت كل مرة تطلع نوع جديد كويس تبعثه للحباب باش طبعا تقول تتباهى به وتقول هذا شو يعملنا. بحيث الحلو ما هو الحلو التونسي ماهيش حاجة جديدة بالنسبة لنا احنا. شفت انا شخصيا عندي زمان في دول مجلس التعاون، وشفت انه العادات والتقاليد العادات والتقاليد متاع المجتمع هونية يشجع انه والسوق يتحمل انه ندخل حلويات جديدة. كويس. طورنا فيها شويه، طورنا خصوصا
في الـ في الـ في الطريقه نتاع التعليم والطريقه نتاع التقديم. وزيادة على هذا خيرنا يعني قررنا من اول يوم انه البوزيشنينج نتاع الحلويات التونسيه قررنا ان تكون على مستوى معين. يعني دليس الحين تورد اكثر من 50 فندق 5 نجوم في البلد. كويس استاذ جلال، رح ناخذ هلا كمان رح نشوف تقرير ثاني ايضا كمان بفرجي اكثر صناعه الحلو كيف بتتم، ورح نحكي كمان طبعا ونشرح اكثر بعد ما نشوف التقرير ان شاء الله. إذا ست البيت حبت تعمل بالبيت هيدا النوع من الحلو، فشو ممكن تعطيها أنت عيارات؟ قديش لازم تحط كمية اللوز؟ قديش لازم تكون حط كمية السكر؟ بناخو شي نص كيلو ألموند اللي هو لوز مطحون، بناخو بياض البيض، وبناخو 200 جرام سكر، هذا الأبيض سكر أبيض يعني بيكون مطحون هذا مثل الدقيق. أوكي بنخلطه كلياته مع بعضه وبعدين بنتركها، وبناخو التمرة تمرة فريش وبنطحنها كمان وبنحط معها الأورنج اللي هو البرتقال. قديش مثلا كيف بتعير؟ كيلو مثلا ناخذ مثلا على هذا النص كيلو ألموند بناخذ شيء 200 جرام تمرة، وبعدين بنحط لها 50 جرام الأورنج. أوكي وبعدين بنخلطها، نخلط التمرة لحالها ولهذا العجين لحاله، وبعدين بنقصها هيك ونسوي لها الديكوريشن. هاي بقيت 10 دقائق بالفرن. اوكي يعني هلا يعني بعد شيء 3 دقائق ولا 5 دقائق هيك ممكن تقدمها يعني للضياف وما ادري. مشاهدينا شفنا نحن وياكم صناعة الحلو، وأيضا أستاذ جلال لاحظت أنه كمان أعطيته يعني مقادير معينة لستات البيوت. بدي أسألك بهالناحية، يعني كتير هين لست البيت أنه تعمل الحلو بالبيت إذا عرفت المقادير بشكل مضبوط، يعني طريقة سهلة جدا سهل. لكن أكيد يعني في الصناعة متاعنا التقليدية اختيار المواد الخام مهمة جدا. والمواد بتكون موجوده بدبي مثلا او لازم تستوردها، يعني بتاخذوها من برا ولا كيف؟ يعني موجوده. نعطيك مثال، الفستق اللي هي مكون من مكونات جدا مهمه عندنا. في موجود الفستق الايراني بكثره في السوق. أوكي. كويس، لكن اذا عايزين نروح
للتوب كواليتي في العالم. وهذا الدليس اللي استعمل بنجيب الفستق الايطالي والفستق التونسي. اوكي استاذ جلال، رح ناخذ رح نطلع بريك هلا، وخلينا كمان نخبر المشاهدين بعد الفاصل رح يكون في معنا بالاستوديو من محل دليس رح يكون معنا كمان اشخاص، ورح نحكي اكثر نحن وياك استاذ جلال ونفرجي كمان طريقه معينه بالحلو، ورح نحكي اكثر ومعك كثير غراض كمان بالاستوديو بعد الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا. القاعدة متاعو عجينة فستق كويس، وزي ما سيادتك تشوف هذا شغل يعني في اليوم مستحيل نطلع أكثر من كيلو واحد. بدأ شغل كتير. عجينة الفستق كيف بتعملوها؟ عجينة الفستق شيف عماد. أوكي. بناخد الفستق مطحون. أوكي. بناخد السكر اللي هو القطر. أيوة. بنساوي هذا القطر يعني بناخد شي كيلو سكر، بنزيدوا شي نص لتر مية، وبناخد له شي حبة ليمون، ليمون يعني حامض ليمون، هذا بنطبخه يعني بيصير على 106 درجة. اوكي. اوكي. بعدين بناخد الفستق المطحون بنصير نخلطه مع هذا القطر. أه. اوكي. بتصير عندنا هاي العجين. هيك. نعم. هيك. وبعدين بناخد هذا مثل الصحون الصغار. هيك. بنحط جواتهم العجين. هيدي قوالب معينه بتكون هي موجوده بالاسواق؟ موجوده بالسوق. اوكي. وفي في قوالب غير يعني في موديلات غير؟ اذا بدك تغير الشكل هي بتلاقي. اما هو الاحسن انه المشموم بيكون هيك يعني ما عنده شكل ثاني. انا مصره اغير لكم الفكره التونسيه، عرفت كل شيء بدي ازيد عليها بدي اغير. اوكي. طيب خلاص تفضل حذانا ومرحبا بيك، نتعلم منك معلش. اوكي. وبعدين بناخذ الفستق بنقصه هيك يعني بيكون مقطع. اوكي. اوكي. بصير هيك العمليه انه بس لو بتقرب المايك تنسمع مثل ما شايفه. أه. هيك بنحط اول شيء الصنوبر. الصنوبر. أوكي. وبعدين بنحط الفستق من هون، وبعدين بنخلي الحبه بالحبه بنطلعها. يعني في اليوم يعني بتعملها شيء كيلو هيك. اوكي. يعني وهي العجينه بتنحط بالفرن؟ لا، اي عجينه بتنعمل وبترجع بنحط العجينه اللي بال 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 بالسيروب بالقطر. أه. كويس. ما في داعي تدخل، اذا دخلتها للفرن حتنشف. اوكي. بندخل للفرن الا العجينه اللي فيها بيض البيض. طيب شيف خبرني كمان كيف عم بتزينها، شو المكسرات اللي عم بتزيد عليها؟ بتاخذ هيك مثل ما قلت لك يعني الفستق هذا المقصن مخصوص. هذا الفستق الحلبي؟ لا لا، هذا الفستق التونسي. تونسي. انا بعرفه. كمان بيختلف؟ اي النكهه بتاعه غير، وشوف اللون الاحمر. اها. في القشره نتاعو. اوكي. وكيفاش القشره نتاعو ماشيه مطلوقه ستريك، ماهيش مكمشه. هو على فكره انت وقت نروح يعني على مكان معين مثلا سوبر ماركت او شيء، اذا بتقول له الفستق الحلبي او الفستق التونسي بيكون مختلف يعني، مش هو يعني يمكن احنا بنعرف انه الفستق لانه شكله نفس الشيء بنفكره نفس يعني، مشان هيك بيكون في لغط، بس هو اكيد بيختلف. هو اكيد الفرق الكبير ما بين المصنعين المختلفين نتاع المواد الغذائيه، الاختيار نتاع المواد الخام. اها. اوكي. يعني والطعمه بتختلف؟ لا، هي الطعمه والمنظر والسعر. اها. طيب هودي موجودين هالمكونات يعني بتلاقيهم بسهوله؟ والله لا، الفستق التونسي مش موجود. اها. الفستق التونسي موجود. بتجيبوه من تونس؟ اللوز نستعمل اللوز التونسي واللوز الايطالي من سيسلي. اوكي. مش موجود كمان في السوق. كويس. كما قلت لك يعني اللي يميز دليس على الناس الثانيين اللي هي المكونات اللي بتستخدمها، الاختيار نتاع الكواليتي نتاع المكونات. اوكي. كفي لي شيف عماد. بناخذ الفستق هيك بنقصه، وبعدين بنحمصه يعني بنحطه جوات الفرن. اها. اوكي. قبل ما يعني بنسوي به هذا يعني قد ايه بتحطه بالفرن؟ درجة حرارة الوقت؟ بنحطه على درجة 120 شي 30 دقيقة. 30 دقيقة. اوكي. اوكي. ومثل وكمان يعني الصنوبر مثل الفستق. اها. اوكي. نحطه بالفرن وبعدين هيك يعني بتصير العملية يعني التزيين، انا بنحط الصنوبر وبعدين بنحط الفستق، وبعدين يعني ممكن تقدموا يعني الاكل. عندما نحكي على صنوبر تنزل في السوق تحصل الصنوبر الباكستاني ب 50 درهم. اوكي. والصنوبر التركي ب 180 درهم. هيك الفرق؟ في فرق كثير. اوكي.
بس على فكره يعني هلا انتم بتجيبوا المواد من تونس ومن ايطاليا يعني بالنهايه يمكن حتى يمكن ست البيت لو عملتها بالبيت رح تطلع كمان الطعم مختلف لانه مثل ما حضرتك ذكرت يعني المواد مش موجوده بالاسواق. الشيء متاكد يعني مش الست اكيد اللي مش تعمل في البيت مش تتفنن ممكن تزودها مكونات ثانية بتعطي طعم ثاني مش لازم يعني الست في البيت عندما تعمل حاجات تحب تصنف وتحب تتفنن صح ولا صح اكيد. طب هلا مثلا فينا نغير المكسرات مثلا اللي ما بحب الصنوبر او شيء ممكن يحط مكسرات ثانيه؟ اي ممكن بتغير يعني ممكن بتحط لك لوز ممكن بتحط لك يعني اي حاجه ثانيه يعني بالمكسرات يعني لكن في ناس يعني ما بتاكل هذا الفستق وما بتاكل الصنوبر يعني ممكن انه بتغير يعني اوكي وإذا طلبوا منكم تعملوهم أكيد بالمحل يعني ممكن تغيروا المكسرات أو شيء. هذا الفرق الكبير بتاع ديليس وناس تانيين في السوق أنه ديليس نقولوا إحنا الزبون يفصل وإحنا نخيط. يعني على الطلب. أبسولوتلي. طيب في شو في غير حلويات كمان يعني هيك تونسية مثلا كتير تقليدية كتير تونسية إذا فينا نقول؟ عندنا بقلاوة البي. قلاوة البي تعرف مين البي؟ قلاوة البي اسمها؟ اي احنا العائلة الحاكمة زمان في تونس البيات اوكي كويس على البيات وعلى الاتراك كويس في بقلاوة سميناها بقلاوة البي اللي هي عبارة على شافي يقول لنا شنو هي بقلاوة البي؟ بقلاوة البي هي تتمثل في يعني بناخذوا عجين ناخذوا الفستق يعني مطحون بنصير نعمله هيك مثل يعني عجين المشموم يعني عم تستخدموا عجينة الفستق نستعمل عجينة الفستق اوكي نستعمل كمان عجينة الألموند وعجينة الصنوبر اوكي يعني بنطحن يعني بنعملها من ثلاثة مثل عجين هيك وبعدين بنبسطهم بكونوا مبسوطين يعني نفس مثل بعض وبعدين بنحطهم طبقة طبقة لايرز اوكي يعني طبقة فستق طبقة صنوبر طبقة الألموند اوكي وبعدين بنقصها اللي مثل ما يعني هي موجودة عندنا بالطبق هون بيكون يعني منظرها يعني كثير حلو اوكي يعني عندنا كثير انواع يعني وبنستعمل كمان التمره التونسيه بالحلويات يعني وبنستعمل الاورنج بنستعمل المانجو يعني هدول كلهم فريش ما بستعمل يعني حشوة يعني بقلب الطبقات اوكي يعني بستعمل يعني كل شيء فريش عندنا بالمحل نرجع دائما الكواليتي نستعمل من ارقى من ارقى من ارقى ماركات في العالم تصنع الفواكه معجون الفواكه كويس اللي هي بونتي معروفه في فرنسا ممكن اعطيك مثال ممكن استعمل برتقال برازيلي موجود في السوق مثلا كويس لكن كيف ما قلنا السلكشن نتاعنا السلكشن نتاعنا في المواد الغاب زائد الكواليتي نتاع البروسيسنج نتاع التصنيع كويس والاتباع القوانين والاجراءات نتاع الصحيه زياده على هذا على الحلويات كيف ما سيادتك شايفه تشوف كيفاش طورنا الباكجينج والعلب نتاعنا لاحظت العلب كثير حلو ايوه هذا اخر موديلات لسه ما نزلناها في السوق حننزلها ان شاء الله الاسبوع الجاي على افتتاح محل ديليس بدبي مول كويس عملنا العلب جديده لاكر خشب مع جينيون مع زفاروفسكي حلو كثير طيب هودي كيف عملتوهن؟ عملناهم رحنا برا دبي طبعا كمان في بس في الافكار يعني فكره الهيدا او الديزاين انتم عملتوها ولا الافكار هذه افكار 100% الديزاينر بتاعنا اللي هي زوجتي تركان كويس بنوجه لها تحيه يعيشك ما شاء الله عليها يعني بارعه في لا مزوقه ذوقها كثير حلو وكمان يعني ملاحظه في كثير الوان بالعلب يعني في الالوان على حسب الطلب على حسب الطلب يعني نعرف عندنا فكرة بعد الخبرة البسيطة اللي خذيناها في السوق من 4 سنين خصوصا احنا في اتصال مباشر مع المستهلك مع الزبائن يجيونا في المحل كويس فهمنا شنو اللي يمشي وشنو اللي يمشي شنو الطلب هودي العلب هن يعني ممكن تحطوا فيهم حلويات ومش بس شوكولا يعني مش بس علب شوكليت او بقلاوه او شيء ممكن تحطوا حيلا حلو فيه مش هيك ولا كل حلو فيه له علبه معينه وطريقه باكجينج معينه الزبون بيدخل للمحل يختار يقول عايز الحلو هذا وهذا وهذا في العلبه هذه
اها يعني ما في مثل ستاندرد معين او شيء معين؟ لا ما عندنا علب جاهزه. أه. يعني الزبون يدخل يقول يلا بشتري هذه، لا الطريقه نتاعنا بياخذ وقت، اقل علبه اصغر علبه الزبون لازم 10 دقائق يستنى. أه. على اساس نعطي الاختيار للزبون يقول اعطيني الحلو هذا وهذا وهذا في العلبه هذه. اوكي. تعطيه 15 دقائق والعلبه بتاعها تكون جاهزه. اها حلو كثير. وكمان في عنا على الطاولة هون ورع فكرة، هلا بعد شوي بركي بنفرجيها. كمان في عنا هيدا البقلاوة اللي كنا عم نحكي عنه، مش هيك؟ هذه أي البقلاوة موجودة البقلاوة. موجودة مع المشموم ومع الملبس، هذا من الصواني اللي يوميا ما شاء الله يعني. هلا ما بعرف إذا المشاهدين ممكن يشوفوها، بس ملاحظة في البقلاوة يعني مثل ما كان عم بيحكي الشيف عماد مبينين الطبقات بالألوان حتى. أيوة. يعني عجينة الفستق واللوز يمكن، وشو شو البيضة؟ البيضة هذا الألمون. الألمون واللوز. اللوز وسنوبر. انا بعرف الطعمه ما في احكم، انا بعد مش ذايقتها بس شكلها بتشهي. يعطيكم العافيه. يعطيك الصحه. طيب خلينا كمان كفي، خبرنا شوي عن الهوده الالوان المختلفه، قلت لي هن الفليفرز اللي بيعطوا اللون المختلف. اكيد فستق. هذه السكر نضيف فيه عصير الفستق. اها كويس. نفس الشيء هوني المانجو، ونفسي هذا ابيض اللي هو اللون بتاع السكر. اوكي. في دليس ما حاجه اسمها، ما في حاجه اسمها ملونات. 100% 100% ناتشورال. طيب هو تدويب السكر يعني كيف يصير؟ العسل، السيرو. نقطر يعني. أه. نقطر يعني بناخذ السكر، يعني السكر العادي الابيض، وبنضيف له الميه، يعني بناخذ شيء كيلو سكر هيك، وبنضيف له شيء نص لتر ميه. لكل كيلو بدك نص لتر. لكل كيلو نص لتر. وبتاخذ له يعني حامض ليمون، يعني حبه ليمون حامض، وبعدين يعني بتحطه على بتطبخه يعني شيء 106 درجه بيوصل يعني الحراره تبعه، وبعدين يعني هيك بتتركه يبرد، يعني ما بتستعمله هو سخن. يعني 108 خربت الطبخه. يعني على ما بتعمل 105 وما بتعمل 108. اوكي. ويعني وبتتركه يبرد هيك، ما بتستعمله هو لساته سخن. يعني لو بس قد ايه بتخليه على النار؟ ولازم تضلك تحركه ولا بتتركه لحاله؟ اول مره يعني بتحط السكر وبتحركه يعني مع المي، وبعدين تتركه لحاله هيك. اوكي. يعني لما بيكون عندك هذا بتقيس بها يعني درجه الحراره تبع السكر، يعني كل مره هيك شيء 10 15 دقيقه يعني بتشوفه يعني درجه الحراره تبعه يعني كم وصلت، ما بتفوت يعني ال 106 وما بتكون اقل من 106. اوكي. يعني من 106 ما بتفوت يعني. يعني اذا زدناها يعني ونقصناها ممكن، يعني اذا كان بيكون ناقص ما بيكون يعني هيك طيب، يعني حتى طعم الحلويات بيتغير. أه. واذا بيكون اكثر يعني بلون الحلويات بيتغير. طيب في اوقات يعني القطر هو شيء ما بعرف، في محلات بحسهم القطر تبعهم كثير حلو، في منهم بيبقى هيك انه اوكي بينحمل، شو بيكون زاد نسبه السكر ولا هاي طريقه هاي الطبخ ما كانت مضبوطه او كيف؟ هاي يعني هي انك يعني ما بتفوت درجه الحراره تبعه، هاي اللي بتخليك انك ما بيكون يعني حلو. أه. كثير، ولما بيكون ناقص انا ما بينفع الحلويات. يعني ما نقول 106، اذا طبخنا القطر على 130 صارت نسبه الميه تبخرت. اوكي. وصرت النسبه نتاع السكر صارت مرتفعه، اوتوماتيكيا البقلاوه اي البقلاوه الشاميه تعلت اكثر من سكر. أه. يعني حتى لون الحلويات بيتغير. أه. يعني كمان. أه. ما بتكون يعني هيك لونها حلو يعني ابيض واخضر، هي كانت بتكون كلها لونها احمر مدري اللون بيتاثر بقى. على فكره نحن عندنا بلبنان يعني محلات الحلو اوقات بيعملوا حلويات دايت، في عندكم هالشيء؟ يعني طبعا لانه هو الحلو عاده بيبقى فيه كثير سكر. الدايت بيصير نستعمل 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 الشوجر سبستيتيوت اللي هو السويت اند لو في السوق موجود. أه. كويس. بنفس النسب مع الميه كويس، لكن اهم شيء بالنسبه للسويت اند لو عندهم منتج اسمه سبون فور سبون كويس، اللي اوتوماتيكيا ما تاخذ بالجرام، اذا متعوده تخلي كيلو سكر في المية. اوكي. كويس. تخلي ما يناسب في الحجم سويت اند لو، والنتيجه 100%. والطعم كمان ما بتفرق؟ ما في الميزه الكبيره نتاع سويت اند لو اللي هو السكر الوحيد اللي ممكن تاخذ الدرجه نتاعه حتى ال 220.
شو شايف؟ شو رأيك؟ والفرق هون وأنه ما بين يعني ديليس ومحلات الحلويات الثانية هو الفرق لهون. يعني الحلويات تبع ديليس ما بتلاقيها يعني فيها السكر كتير ومطعمها كتير حلو. لأنك عارف يعني هلا الناس صاروا ما بيحبوا يعني حاجة كتير فيها السكر وكتير حلوة. مزبوط. يعني مثلاً الريجيم وما أدري هيك وكيف. يعني الحلويات تبعنا ما بتلاقي فيها يعني نسبة سكر كتير. يعني لما بتاكل حبة تقدر يعني تاكل الثانية والثالثة والرابعة. في محلات تانية بتاكل لك شيء حبة ما بتقدر يعني بتغير. هو بتكون ايه لنسبة الحلو دائما فيه سكر. قد ما يعني نحكي كواليتي نحكي الى اي مدى ندخل في التفاصيل. هذا اللي يفرق ما بين وهون الفرق يعني ما بين ديليس ومحلات. احنا يعني حتى ندي زبون يعني طلبي يعني لفرح ولا لاي شيء يعني احنا بكره بنتصل بزبون يعني شو بنتابع حلوياتنا يعني احنا ما يعني هيك بندي للزبون وبعدين ما بتتابعوا يعني اذا كان في مشكله او حبون يعني لو كانت يعني او بدبي ولا برا دبي لان احنا يعني نتعامل يعني عندنا زبائن يعني كثير يعني دبي ولا برا دبي بنتصل فيهم يعني كيف الحلويات كيف وصلت كيف يعني شو اخبارك يعني بنتصل على كل شيء. يعطيكم العافيه سي جلال، بدي اشكركم عن جد يعني على حضوركم. وبدي نشكرك انت ونشكر الاخوان الكل وانفينيتي تي في انه سمحت لنا الفرصه باش نعرفوا بديليس مره ثانيه كويس، وان شاء الله نتقابل في فرص ثانيه باذن الله. ان شاء الله اكيد. بدي عيدكم شيف عماد كمان، بدي اشكرك مره ثانيه وبدي عيدكم وشكرا على الحلو الرائع اللي عم تعملوه هلا. بدي ذوقهم على فكره انا ما في طبعا يعني. طبعا لا ما المدام عطيها حاجه فريش عاد يلا هلا بعد يا فريش. طيب مشاهدينا كمان مرة جديدة يعني بدي أشكر متابعتكم لنا بحلقتنا لليوم، بدي أعيدكم مرة جديدة إن شاء الله تكونوا دايما تكون الأعياد موجودة بقلوبكم وبمنازلكم ودايما بتكونوا مبسوطين، ونحن متلاقى فيكم الأحد بحلقة جديدة من أحلى صباح.